السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، سنتناول اليوم درس في مادة أو في منهج اللغة العربية، الدرس من الفصل الدراسي الأول. هيا بنا نقرأ الدرس ونتعرف ما به من معلومات. عادات صحية. في غرفته الصغيرة استيقظ فادي في الساعة السادسة صباحاً وهو يشعر بتعب وإجهاد. إذن أين استيقظ فادي؟ استيقظ فادي في غرفته الصغيرة. كلمة استيقظ معناها إيه؟ معناها صحة. كلمة استيقظ معناها صحة. متى استيقظ فادي؟ الموعد أو الوقت الذي استيقظ فيه فادي الساعة السادسة صباحاً. بماذا كان يشعر؟ كان يشعر بتعب وإجهاد. هيا بنا نستخرج بعض الظواهر اللغوية في هذه الفقرة. في نوع إيه؟ حرف جر منفصل. غرفته، غرفته طبعا هي اسم مجرور لأن بعد حرف الجر يأتي مباشرة اسم مجرور. غرفته هنا هاء ضمير، إذا حذفنا الهاء تصبح الكلمة عندي غرفة، لم يحدث بها اختلال، إذن فهي هذه الهاء هاء ضمير لأن الهاء الضمير بتكون أصلية، بتكون زائدة على الكلمة وليست أصلية. هاء الضمير بتكون زائدة على الكلمة وليست أصلية. الصغيرة ها نوعها إيه؟ نوعها اسم، فيها علامات الاسم، أولها ألف ولام وآخرها تاء مربوطة. الصغيرة، اللام هنا نوعها لام إيه؟ لام شمسية. برافو، لام شمسية. بص كده جوه راها حرف الصاد. الصاد ده موجود في حروف جملة ابغي حجك وخف عقيمة؟ لا مش موجود، لأن حروف جملة ابغي حجك وخف عقيمة خاصة باللام القمرية فقط. تمام؟ يبقى هنا كلمة الصغيرة هنا اللام هنا لام إيه؟ لام شمسية. استيقظ قلنا معناها صحة ونوعها إيه؟ فعل، فعل ماضي. استيقظ خلاص وخلص، الفعل الماضي حدث وانتهى. استيقظ فادي الساعة، لام شمسية فيها مد بالألف، فيها تاء مربوطة وهي اسم. السادسة نفس الكلام، لام شمسية. صباحا، صباحا هنا نوعها إيه؟ نوعها اسم بها تنوين بالفتح، وهي ظرف زمان، وظرف الزمان قلنا هو اسم يدل على زمن حدوث الفعل. استيقظ امتى فادي؟ صباحا في الساعة السادسة صباحا، يبقى صباحا هنا ايه؟ اسم وهي ظرف زمان. وهو، هو هنا نوعها ايه؟ ضمير غائب للمفرد المذكر، والضمير يأتي دائما مع العاقل، اي ضمير بيأتي مع العاقل. تمام؟ طيب هو نوعه ايه؟ نوعه اسم لان الضمائر من انواع الاسم. يشعر نوعها ايه؟ فعل مضارع. يشعر معناها يحس، ونوعها فعل مضارع بدأت بحرف الياء، حرف من حروف كلمة أنيت. بتعب ها الباء حرف جر متصل، إذا حذفنا الباء تصبح الكلمة عندي تعب، وهنا الكلمة لم يحدث بها اختلال، إذن الباء ليست أصلية فهي حرف جر متصل. بتعب بها تنوين بالكسر. وإجهاد ها والواو هنا حرف عطف. إجهاد ها مد بالألف وهي اسم. كلمة تعب وإجهاد، تعب معناها إرهاق وإجهاد برضو معناها إرهاق. كلمة تعب وإجهاد معناهم إرهاق. إذا استيقظ فادي في غرفته، متى؟ في الساعة السادسة صباحا. بماذا كان يشعر؟ كان يشعر بتعب وإجهاد. سأل فادي نفسه وقائلا لماذا أشعر بألم في جسمي؟ ها؟ لماذا نوعها أداة استفهام بتسأل عن السبب. لماذا أشعر معناها أحس، وهنا نوعها فعل مضارع، أولها حرف الألف من حروف كلمة أنيت. بألم البق حرف جر وكلمة ألم اسم مجرور بها تنوين بالكسر. في جسمي مد بالياء.
بدأ الأسلوب أو بدأت الجملة عندي بأداة استفهام، علامة الترقيم اللي هحطها في النهاية هي إيه؟ علامة الاستفهام. علامة الاستفهام دي من علامات الترقيم، نضعها في نهاية الجملة المبدوءة بأداة استفهام، يعني في نهاية السؤال. لماذا أشعر بألم في جسمي؟ ده كلها على بعض كده بقول عليها إيه؟ أسلوب استفهام. بدأ بأداة استفهام وانتهى بعلامة استفهام. أنت هنا فادي بدأ يتخيل إن جسمه بيرد عليه، كأنه إنسان شخص كده قدامه بيرد عليه. جسم قال له إيه؟ أنت من فعلت هذا بنفسك يا فادي؟ أنت ضمير مخاطب. أنت ضمير إيه؟ ضمير مخاطب للمفرد المذكر، وقلنا الضمير بيأتي مع العاقل فقط، وهنا بيكلم فادي، وفادي ده شخص عاقل. من هنا مش حرف جر، لأن من بتاعت حرف الجر الميم بتاعتها بتكون تحتيها كسرة، إنما هنا الميم عليها فتحة مش حرف جر. فعلت، ها، فعل ماضي، هذا اسم إشارة للمفرد المذكر، تمام، واسم الإشارة يأتي مع العاقل وغير العاقل، على عكس الضمير، الضمير يأتي مع العاقل فقط. بنفسك بقى حرف جر، كلمة نفسك اسم. يا نوعها ايه؟ أداة نداء. يا نوعها أداة نداء. فادي بقول عليه منادى، لأن بعد أداة النداء بيجي على طول منادى، والمنادى هو الشخص اللي أنا بنادي عليه. إذن فادي سأل نفسه لماذا أشعر بألم في جسمي؟ تخيل إن جسمه بيرد عليه، راح رد الجسم قال له أنت من فعلت هذا بنفسك يا فادي. فادي بيسأل نفسه مرة تاني، أو كأنه بيسأل جسمه برضو، ماذا أفعل لأكون بصحة جيدة؟ كلمة ماذا نوعها أداة استفهام، بتسأل عن غير العاقل، وماذا بيجي وراها فعل. انظروا هنا، أفعل نوعها إيه؟ فعل مضارع، أفعل يعني أعمل. ماذا أفعل؟ ماذا أعمل لأكون بصحة جيدة؟ كلمة بصحة بها تنوين بالكسر، وهي اسم، والباء هنا حرف جر متصل. جيدة، ها، جيدة نوعها اسم بها تنوين بالكسر، وهي صفة. ماذا أفعل لأكون بصحة جيدة؟ ده أسلوب استفهام، بدأ بأداة استفهام، وعلامة الترقيم في النهاية عندي هنا علامة الاستفهام. أنت من؟ أن نتناول طعاما صحيا. يبقى هنا بيبتدي الجسم بقى يرد عليه ويقول له إيه؟ إحنا لازم نعمل إيه بقى عشان نكون بصحة جيدة؟ أن نتناول أو تتناول طعاما صحيا. صحيا معناها مفيدا، صحيا معناها إيه؟ مفيدا. طب ما هو الطعام الصحي؟ الطعام الصحي يكون فيه نشويات. نشويات هي الخبز والأرز، المكرونة، وخضروات، وفاكهة، وبروتينات. البروتينات مثل اللحوم والألبان نجدها أيضا في البيض. وأن تمارس الرياضة بانتظام. إذن يجب لكي يكون الجسم بصحة جيدة، يجب أن يتناول الشخص طعاما صحيا. ما هو الطعام الصحي؟ الطعام الصحي هو الذي يحتوي على نشويات وخضروات وفاكهة وبروتينات، ويجب إلى جانب هذا الطعام الصحي يجب أن يمارس الإنسان الرياضة بانتظام. أن تتناول، تتناول هنا إيه؟ فعل مضارع، طعاما بها تنوين بالفتح، صحيا، ها، كلمة صحيا إيه؟ صحيا برضو بها تنوين بالفتح، وهي نوعها إيه؟ نوعها اسم. التنوين بالفتح زي ما احنا شايفين كده بيجي إيه؟ بيجي معاه ألف في النهاية. فيه بها مد بالياء، نشويات آخرها تاء مفتوحة، تمام، وفيها إيه تاني؟ فيها شدة، نشويات، الشدة على الياء، وبها مد بالألف. وخضروات، وها، وهنا حرف عطف، احنا عارفين ان حروف العطف عندنا الواو وأو، الفاء وثم، تمام، حرف عطف بيفيد الجمع بين شيئين والتنوع، الجمع والتنوع. خضروات بها مد بالألف. وفاكهة نوعها اسم بها مد بالألف وفيها تاء مربوطة. وبروتينات
انظروا إلى هذه الكلمة مد بالواو، بروتي مد بالياء، بروتينات مد بالألف، تمام؟ طيب وأن تمارس، تمارس هنا نوعها إيه؟ فعل مضارع. الرياضة، الرياضة ها مد بالألف وهي لام شمسية، بانتظام تنوين بالكسر والباء هنا حرف جر متصل. انتظام يعني استمرار، انتظام معناها ايه؟ استمرار. اذا الجسم لكي يكون بصحة جيدة يحتاج الى تناول الطعام الصحي. طب ما هو الطعام الصحي او ماذا يجب ان يحتوي الطعام لكي يكون صحيا؟ يجب ان يحتوي الطعام على نشويات وخضروات وفاكهة وبروتينات. الى جانب ذلك الطعام المتنوع يجب ان يمارس الانسان الرياضة. تعالوا ننظر إلى فادي ماذا يقول؟ أحتاج لأن أنوع في طعامي وأمارس الرياضة. أحتاج هنا فعل مضارع، لأن أنوع برضو أنوع فعل مضارع في طعامي بها مد بالألف ومد بالياء، وأمارس فعل مضارع معناها أزاول، أمارس الرياضة. تعلمنا في هذا الدرس أن الجسم يحتاج لكي يكون بصحة جيدة إلى الطعام الصحي الذي يحتوي على نشويات وبروتينات وخضروات وفواكه. إلى جانب ذلك الطعام يجب أن يمارس الإنسان الرياضة. ولا ننسى أيضا أن نضع في الاعتبار أن النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا من الأسباب التي تجعل الجسم بصحة جيدة. هذا جدول اللغويات. كلمة تعب معناها إرهاق وإجهاد، كلمة غرفة معناها حجرة، استيقظة معناها صحة، أشعر أحس، كلمة صحي معناها سليم ومفيد، ها مضادها إيه؟ مضادها مضر أو مؤذي أو ضار أو مفسد أو مسيء. النشويات هي الخبز والأرز، نجدها أيضا في المكرونة. البروتين، نجد البروتينات في اللحوم وفي الألبان، في البيض. كلمة يشعر معناها يحس، ومضادها مضاد يشعر ايه هنا؟ يتبلد يعني لا يحس. مضاد يشعر هنا عندي ايه؟ يتبلد يعني لا يحس. كلمة اصعب مضادها اسهل، كلمة اصعب مضادها ايه؟ اسهل. ها الصغيرة مضادها الكبيرة، الصغيرة مضادها ايه؟ الكبيرة. كلمة صباحا مضادها مساء، كلمة صباحا مضادها ايه؟ مساء. صحة مضادها مرض. هيا بنا ننظر إلى الأسئلة. ها أين استيقظ فادي؟ استيقظ فادي في غرفته الصغيرة. أين استيقظ فادي؟ استيقظ فادي في غرفته الصغيرة. متى استيقظ فادي؟ ها استيقظ فادي في الساعة السادسة صباحا. لماذا أشعر، لماذا شعر فادي بألم في جسمه؟ شعر فادي بألم في جسمه لأنه ليس بصحة جيدة بسبب أنه لم يتناول طعاما صحيا. ماذا يحتاج الجسم لكي يكون بصحة جيدة؟ ها يحتاج إلى طعام به نشويات خضروات وبروتينات، كما يحتاج إلى ممارسة الرياضة. أكمل شبكة المفردات. شبكة المفردات عبارة عن كلمة ونحن نأتي بالأشياء التي تتناسب مع هذه الكلمة ونضعها في الشبكة. جسمي، ها الجسم ده لازم يكون إيه؟ صحي، لازم يكون صحي. طب لكي يكون الجسم صحي يجب أن يتناول الإنسان إيه؟ بروتينات. وماذا أيضا؟ خضروات. ها ويجب أن يمارس الرياضة. صحي، كلمة صحي ها هنا عندي أكمل خريطة الكلمة. خريطة الكلمة عبارة عن كلمة ونأتي بنوع هذه الكلمة ومعناها ومضادها والجملة. هذه هي الخريطة. نوع الكلمة هنا إيه؟ اسم. كلمة صحي نوعها اسم، معناها إيه؟ سليم ومفيد. مضادها ضار ومؤذي أو مؤذن. مضادها ضار ومؤذن. ها نضعها في جملة. يحتاج الجسم إلى طعام صحي.